نقاشه. سعادتك وراك شغل كتير ومسؤوليات وانا ورايا شغل. فانا عشان ننهي القضيه انا معايا 2 شهود نفي وننهي هذه القضيه. 2 شهود نفي؟ طبعا يا فندم. فين يا فاضل؟ عندي الشاب الظريف قريب يا فندم اسمه سيد وحوي. ايه؟ سيد وحوي. وفرقة غريبة أوي. يعني أنت اسمك فاضل فانوس رمضان. أيوة. وهو سيد وحوي الفان. يعني رمضان. وفي إيه؟ سيد وحوي. أيوة. عسكري شندي. فندم. نادي على الشاهد الأول الأستاذ زائي. السيد وحوي. السيد وحوي. الأستاذ سيد وحوي. لا وهوي مش هيدخل. الأستاذ سيد وحوي. ادهل. فين الفيشو التشبيه؟ اسمع يا استاذ، انا ممكن اقبل اي حاجه في الدنيا، ممكن اتجاوز عن اي شيء الا انك تتجاوز قدرك هنا في قسم الشرطه او مع احد رجال الشرطه. انت فاهم كويس؟ هو بيعتذر يا فندم. انا اسف. احسن كده. الاستاذ فاضل فانوس المحامي بيستدعيك عشان تكون شاهد نفي بالنسبه للادعاءات المنسوبه اليه. عندك استعداد للادلاء بشهادتك؟ انا رقبتي للاستاذ فاضل. الاستاذ فاضل ده استاذي وخيره عليا. كده هو سؤال واحد عشان اجيب من الاخر. ايوه. الاستاذ فاضل فانوس رمضان المحامي يبقى والد الطفل بنيوتي. ولا لا؟ ايه دي معناتها ايه انت؟ هقول للشهاده. ايوه اول ما تفكرت.